الله الرحمن الرحيم بتوجيه من المهندس الأستاذ الفقار عبد الأمين مدير الهندسة العسكرية بمضاعفة جهود قسم الصيانة بالعمل الشفت الليلي وشفت النهاري. يعني مثل ما تعرفون أنتم هسه أكو فتور تقريبا بالعمليات، يعني مو واقف العمليات نهائيا ولكن أكو فتور، فسحبنا جميع الآليات اللي بيها أعطال أو أضرار أو شيء إلى المحور الرئيسي مع الصيانة، وباشرين الليل نهار يعني عندنا تشفيت محركات هسه قاعدين يعني نصفي آلياتنا أول بأول. صحيح احنا سباق حاليا ويا زمن، لان سباق ويا الدواعش، الدواعش اي ثغره اللي يحصلون فيها فرصه انه يواجهوننا مواجهه شرسه، لكن احنا نتسابق وياهم سباق. احنا الان لانه شهر رمضان عندنا كادرين، كادر يشتغل الليل وكادر يشتغل النهار، اللي هم بعض الاحيان اكو قسم عندهم مفاطير يعني مسافات بعيده عليهم، عندهم حجه شرعيه فيشتغلون بالنهار. والقسم الثاني الليل. بالنسبه للاقسام الموجوده عندنا قسم اليات اللي يخص هو القلابات واللودرات، قسم السيارات الصغيره تقريبا من 5 طن فما دون، قسم الاليات شفل حفاره بلدوزر جريدر حادله، هاي موجود كل الاقسام موجوده بالسلام. عندنا اقسام اكو اختصاص مثلا كافراد مقسمين ورشنا تقريبا هي ما يقارب 50 بالنهار شفت النهاري و50 بالشفت الليلي. اكو اختصاصات، اكو ميكانيك، اكو كهربائيين، اكو يعني حدادين، اكو كل الاقسام موجوده عندنا هنا تقريبا. المكتب الإعلامي لمديرية الهندسة العسكرية.